مرحبا ويعطيكم ألف عافية. هاتوا نحكي عن أول يوم بالرحلة. وصلنا زي ما كان مكتوب بالبرنامج الساعة 7 الصبح على مدينة كاميانيتس بوديتسكي بالغرب الأوكراني. مدينة صراحة كتير كتير حلوة، من ناحية آثار، من ناحية تصميم معماري. أفطرنا بالأوتيل، طلعنا كسدرنا شوي على 9، رجعنا على الباص وطلعنا نملم باقي المجموعة والمرشد. أخذنا المرشد من مدينة شيرنوفتسي وانطلقنا على القرية اللي بتبعد عن مدينة شيرنوفتسي 3 ساعات. وصلنا القرية، حطينا أغراضنا بالأوتيل، طلبوا منا نفقد الغرف. الغرف لهيك أوتيل كتير منيحة، في إنترنت، المطعم مش بطال. مرحبا، وهي احنا هلا وصلنا الغابة وين موجودين الشلالات. هاي هون عنا الخريطة، رح نمشي قريب 5 كيلومتر، 2.5 روحة 2.5 رجعة. الطريق رح تاخدنا بين 2.5 ل3 ساعات. اوكي، هون عندنا اول شلال، اسم الشلال بوابة المياه لانه المي بتنزل زي اكنه من بوابة. طبعا الشلالات الموجودة هون بتختلف واحد عن التاني من ناحية الارتفاع، كل ما مشينا اكتر كل ما ارتفاع الشلال بكون اكتر. الهواء طبعا بالغابة كتير كتير نظيف، والمشي جنب الشلال وصوت المي راحة نفسية بتخوف صراحة. كتير 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 الطقس حلو، المي بس شوي باردة، أما باقي الأشياء ممتازة. طبعا المشي بالغابة جنب الشلال بجنن، راحة نفسية يعني، الصوت، المي باردة، الطقس حلو، لهلأ فيش بعوض. وهينا عادي بنكمل طريقنا لأعلى شلال بهذه المنطقة. وهون عنا ثاني شلال، طول هذا الشلال هو 13.5 متر. وهي وصلنا شلال الثالث اللي ارتفاعه 18.5 متر. اوكي اخوان، شلالات البوكوفينسكي موجودين بتشيرنيفيتسكا اوبلاست، محافظة تشيرنيفيتسكا. فكرة هاي المحافظة اصغر محافظة من ناحية مساحة ومن ناحية عدد سكان. وبال 2006 لما اوكرانيا صار بدها تسوي انه 7 عجائب، انه اهم 7 مواقع، كان في 130 موقع بتنافسوا على السبعة. الشلالات هذه جابت رقم 10. اوكي ما دخلتش بالسبعة، بس انه من 130 جابت رقم 10، هذا اشي ممتاز. وهيك احنا يا جماعة الخير زرنا الثلاث شلالات، الشلال الصغير، الوسط والكبير. اللي بده يجي على اوكرانيا بنصح بزيارة هالمنطقة، لانه من هون بتبلش جبال كارباتي اللي بتمد للشمال لاخر اوكرانيا. طول الجبال بهذه المنطقة هو بين 700 ل 800 متر، واعلى جبل بهاي المنطقة هو 1500 متر فوق سطح البحر. واحنا على فكرة كتير قريبين على رومانيا، قسم كبير من الناس اللي ساكنة هون عندها جوازين، جواز روماني وجواز أوكراني. شكرا لكم على المتابعة، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، يعطيكم ألف عافية، وبكرة إن شاء الله طالعين على مغامرة جديدة. باي باي.